قبيل ساعات من قطع شبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي وعشية امتحان شهادة البكالوريا الجزئية، تم تداول بعض المواضيع لمادة التاريخ والجغرافيا من طرف صفحات حاولت التشويش على المترشحين، ولكنها في الغالب كانت مغلوطة. التفاصيل مع ليليا داود. مواضيع مغلوطة تم تداولها عشية انطلاق الامتحانات الجزئية لشهادة البكالوريا، مست مادة التاريخ والجغرافيا فيما يتعلق بشعبة الآداب واللغات الأجنبية قبيل ساعات من قطع شبكة الإنترنت، الأمر الذي ترك المترشحين في حيرة. هي داروا بزاف دي سوجي، كاين اللي كانوا يتمسخروا جوغ تاع 2012 وكانوا يحطوهم، بصح كاين سوجيات حطوهم شغل ماشي هادوما، بصح شغل يشبهوا لهم. مي باش سوجي خرج هذا الخطر ما خرج. ما طاحوش جاهم، ما كانوا غالطين هذوك، كانوا باوتي بونا في باطل هذوك لي سوجي. حطوا لي سوجي زعما قالوا هما كاش ماشي هما، فين ما خرجوش جاهم. نو سيجي اللي خرج البارح ماشي هو. موضوع التاريخ والجغرافيا الذي كان يحمل أسئلة غير مباشرة حسب المترشحين شكل صعوبات عند البعض، خلافاً لموضوع الدورة الفارطة. كان واعر الأول وخلاص، ما كان صعيب، كان صعيب، كان فيه بعد الوضعية المجية ما يعني فيه حركة التحرر وبشغل بدلونا، كان الأول كانت فيه حرب الباردة والقضية الجزائرية، القضية الجزائرية هاد المرة داروا لنا حركة التحرر والقضية الجزائرية، خلطوهم لنا في زوج، جا كان شوارع شوية كان واعر. عندك الأسئلة تاع يعني السوجي الأول كانوا كيش يقول لك واضحين، شغل أسئلة مباشرة، باغ كونتخ هاد السوجي شغل عندك شوية لازم تركزي باش تقدري تجاوبي على الكاستيون تاعك. بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات لبكالوريا الجزئية، إلا أن هناك بعض الأطراف لا تزال تحاول كسر معنويات المترشحين بمواضيع مغلوطة.